اصابات. وسام اطمننا عليه امبارح وقلت لكم ان هو كان جاهز حتى لو الاهلي لعب النهارده، فبالتالي وسام دخل في السكواد. فاضل اعتقد بيرسي تاو، فاضل عمر كمال عبد الواحد، طبعا معلول لسه بدري طبعا، نتمنى له يرجع بالسلامه. نروح لزميلنا محمد توفيق نطمن منه، نعرف تمرينه الاهلي النهارده اخبارها ايه، وتحضيرات الاهلي لمباراه فاركو ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي. يا محمد مساء الخير. مساء الخير الزميل العزيز احمد سمير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا محمد، نعرف منك اخر اخبار النادي الاهلي وتحضيرات مارسيل كولر، وازاي هيستفيد او ازاي بيحضر انه يستفيد من الراحه اللي هتمتد او يعني امتدت خلاص بقى بالفعل لمده اسبوع تحضيرا لمباراه فاركو ان شاء الله. يعني بالفعل يا احمد مفيش توقف، المسيره مكمله، في ماتش الزمالك خلاص تم حسمه وحصلنا على الثلاث نقاط، ولكن طبعا انت هدفك اكبر وهو الحصول على بطوله الدوري العام والاحتفاظ بها للموسم الثاني على التوالي، فاوريدي النهارده السداد على طول مكمله، ولكن طبعا لمباراه فاركو ان شاء الله في الجوله 28 مقرر لها 7 مساء الجمعه القادم على استاد القاهره. بالطبع يا احمد نظرا للاحمال والمباريات وترتيبها، مستر مارسيل كولر كان على طول بعد مباراه الداخليه، كان السبت في تمرين، الحد كان في اجازه، امبارح الفريق استأنف تدريباته مره اخرى استعدادا لمباراه الزمالك، فطبيعي النهارده طبعا عشان الحفاظ على رتم الفريق والاحمال المخطط ليها على مدار هذه الفتره، مستر مارسيل كولر يعني استعاض على التدريب اليومي بعمل تقسيمه ما بين فريقين من اللاعبين او زي ما بنقول تراي ماتش النهارده. حاليا وانا معاك دلوقتي يمكن بدات من لحظات يا احمد، طبعا الموجود معاك بعض اللقطات لعمليات الاحماء ما بين اللاعبين قبل بدايه المباراه، الاحماءات العاديه بقى قبل بدايه اي مباراه يا احمد هي اللي تمت بالفعل قبل انطلاق المران. المران طبعا انطلق باول حاجه كان محاضره صغيره كده مستر مارسيل كولر مع اللاعبين في ارض الملعب، ومن بعدها على طول تم تقسيم اللاعبين لفريقين وبداوا عمليات الاحماء، من ثم على طول بدا التراي ماتش او التقسيم ما بين فريقين من اللاعبين. زي ما انت قلت يا احمد في البدايه هي فرصه لمستر مارسيل كولر، اكيد التراي ماتش هيبقى الشد العصبي هيبقى اقل اكيد طبعا من مباراه رسميه خاصه انها كانت امام نادي الزمالك، كمان فرصه انه يشوف كل اللاعبين. يعني تتكلم النهارده في 22 لاعب هيبداوا المباراه، وكمان هيبقى في فرصه انه يشوف بقيه اللاعبين، يمكن طبعا ما تمش دفع بعدد كبير جدا من الناشئين، ولكن المجموعه اللي كانت متواجده بالفعل مع الفريق من الاول يا احمد هي اللي مكمله وموجوده في مباراه النهارده. يمكن المباراه زي ما قلت لك بدات بالفعل، موجود طاقم تحكيم بيدير كمان المباراه على ارضيه الملعب طبعا عشان يكون التنافس على اعلى مستوى، ويقدر مستر مارسيل كولر يشوف كل اللاعبين وياخده كمان من الناحيه البدنيه الحمل التدريبي لاي مباراه كره قدم، خاصة ان زي ما قلت لك البرنامج كان معمول على مدار اسبوع كامل، معمول في حساب ان في مباراه النهارده، الفريق مكمل يا احمد بدون اي راحه لحد مباراه فاركو يوم الجمعه، بكره ان شاء الله برده التدريب في نفس الميعاد، تجمع 5 تدريب 6، الخميس هيبقى التدريب الاخير قبل مباراه فاركو، التجمع 5 تدريب 6، ومن بعدها على طول الفريق هيخش معسكر مغلق في احد الفنادق القريبه من استاد القاهره استعدادا باذن الله لمباراه فاركو. فيما يخص المصابين يا احمد زي ما انت ذكرت وسام ابو علي اوريدي موجود مع الفريق بيتمرن بشكل عادي جدا من يوم الاربعاء اللي فات على طول من قبل مباراه الداخليه كمان، ويمكن مستر مارسيل كولر يمكن من الناحيه البدنيه هو جاهز والطبيه، ولكن طبعا مشاركته من عدمها تتوقف على الرؤيه الفنيه لمستر مارسيل كولر. يمكن عمر كمال عبد الواحد ظهر في مران اليوم واكتفى بالجري حوالين الملعب واكمال برنامجه التاهيلي في الجيم الخاص باللاعبين داخل غرف ملابس فريق النادي الاهلي. بيرسي تاو نفس الامر في مراحله يعني المراحل المتقدمه من برنامجه التاهيلي والعلاجي. علي معلول زي ما ذكرت كمان لسه يمكن قدامنا فتره، ولكن ان شاء الله برنامجه التاهيلي والعلاجي ماشي على شكل اكثر من رائع، وباذن الله يكون سابق المعدلات الموضوع عليه من بدايه فتره العلاج والتاهيل. باستثناء كده يا احمد كل الامور طيبه، الاستعداد بيصير على قدم الوساق، ما بتقفش عند مجرد مباراه، انت بتلعب على البطوله كعادتك وعاده النادي الاهلي، انت بتلعب البطوله اوريدي وانت حامل اللقبه، عايز تحافظ على اللقب وعاوز دايما تحافظ على الرقم التاريخي وانك البطل التاريخي للمسابقه. في هذه الاطار كله يا احمد النادي الاهلي مكمل استعداداته، مكمل في خاصة زي ما انت اتكلمت في ضغط كبير جدا مباراة مع عندك فاركو، من بعده طلائع الجيش، من بعده الداخلية، من بعده طلائع الجيش تاني، ثم مرورا بمباراة بيراميدز، عدد كبير جدا مباريات في وقت مضغوط، ان شاء الله مستر مارسيل كولر يقدر يستفاد من كل هذه الظروف هو واللاعبين، وباذن الله في النهاية يكون التتويج بالبطولة ويساعد كل جماهير النادي الاهلي باذن الله رب العالمين. مفيش خوف من ضغط الماتشات والقلق مش من ضغط الماتشات يا محمد، انا اعتقد انه واحدة من ابرز الحاجات اللي بتميز كولر هو نجاحه في انه سكواد الاهلي الحقيقه كله يكون جاهز، يعني انت مطمن لاي اسم بيشارك في النادي الاهلي واي اسم بيغيب ما بتحسش انه بيكون ليه في تاثير، هو القلق شويه بس انه الموسم ممتد واحنا عندنا موسم جاي صعب. عايز قبل ما اختم معاك اسالك على حاجه بتابعها في التمرين بقالي يومين تحديدا مع حراس المرمى، يعني بشوف ميشيل يانكن وهو بيدرب حراس مرمى النادي الاهلي لأول مرة، يمكن حتى ما شفتش ده من أول الموسم، بيبقوا لابسين نظارات معينة كده،
مش عارف هل اللقطه معانا النهارده ولا لا، بس بشوف هل ده مرتبط بحراره الجو ووقت وتوقيت التمرين اللي مختاره كولر في الوقت الحالي، ولا ده تكنيك جديد او طريقه جديده لتمرين حراس المرمى. اكيد انت بتتابعهم وعارف التفاصيل. دي تقنيه يا احمد مرتبطه شويه بسرعه رد الفعل، يعني بسرعه رد الفعل للكرات، وانك يبقى كمان يعني غير انك بتشوف الكره، خاصه انك ساعات بيبقى في زحمه في منطقه امام حارس المرمى، يبقى في على طول من صوت الكره نفسها انت متتبعها، وده بيزود سرعه رد الفعل والانتباه لحراس المرمى. يمكن شفنا طبعا حراس عالميين ابرزهم نوير طبعا بيتدرب بالتقنيه دي من فتره طويله، النادي الاهلي طبعا على طول اول باول بيوفر للجهاز الفني واللاعبين يعني احدث التقنيات الموجوده للتدريب في العالم. شفنا طبعا غرف ملابس النادي الاهلي بقت زيها زي اي غرف ملابس فريق في الدنيا او في اوروبا تحديدا، واحدث تقنيات من اجهزه التدريب والاستشفاء. كمان حراس المرمى لهم نصيب، يمكن التقنيه ده على طول مستر ميشيل بيبقى على طول حريص انه يدرب اللاعبين عليها، خاصه زي ما قلت لك دي بتنمي عند حارس المرمى خصوصا سرعه رد الفعل، الانتباه على طول للكره، حتى زي ما قلت لك لو في زحمه امام المرمى ومش شايف الكره فيبقى على طول بحاسه السمع، هو شايف ومدرك الكره جايه منين. فلا دي ما لهاش علاقه شويه بالطقس او درجه الحراره، او زي ما انا فاهم قصدك انك بتتكلم ان الشمس دايما بتبقى في عين الجون في التوقيت دوت، ولكن لا هي دي خاصه شويه بالتمرين ان هو حواسه كلها يا احمد تبقى قويه، مش بس يعتمد على الرؤيه والعين ولكن كمان يعتمد على الاذن وسرعه رد الفعل، ويبقى فيه دايما على طول متحفز للكوره ومستعد ليها سواء جت من اي اتجاه او في اي حاله قدامه، سواء في تكتل دفاعي او في مهاجمين او حد بياخد نظره شويه، فيبقى بقيت حواسه على طول منتبهه. وطبعا زي ما انت شايف بسم الله ما شاء الله انت بتتكلم احسن حارسين في مصر وفي افريقيا كمان مصنفين حاليا عندك موجودين في الفريق، واعتقد ده مكسب كبير جدا سواء محمد الشناوي او مصطفى شوبير، اعتقد ان اي مدير فني في العالم هيبقى سعيد جدا ان عنده حارسين بهذا المستوى، وان شاء الله يعني جمهور النادي الاهلي مطمن على حارس المرمى ومطمن على كل المراكز. احنا بضم صوته لصوتك زي ما احنا بنتكلم، احنا بس بنشتكي من طول الموسم وانك واحد من اكثر الفرق في افريقيا والمنطقه كلها لعب مباريات على مدار الموسم، بطوله افريقيا، كاس العالم للانديه، بطوله الدوري الافريقي، الدوري والكاس، فان شاء الله تكمل على خير وربنا يجنب لاعبينا الاصابات، ويا رب نفرح كلنا يا احمد ونحتفل دايما بلقب فريق النادي الاهلي المفضل ولقب جمهور المفضل الدوري العام في النهايه باذن الله رب العالمين. ان شاء الله ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. دي كانت اخبار تمرينه الاهلي او تراي ماتش بتاع النادي الاهلي اللي هيبدا كمان